وللحديث أكثر عن الحالة والسوية التعليمية بمدارس أبناء الشهداء بسعدنا نرحب بالسيدة ازدهار عاصي، مديرة مدرسة أبناء الشهداء، حلقة أولى وثانية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. وانتم بألف خير يا رب. اليوم وقت منقول مدارس بنات وأبناء الشهداء، اليوم نحن بصرح كتير مهم، ننحني جميعا لهذا الصرح. أكيد خلينا نحكي سيدي ازدهار، اليوم أنتم كيف عم تشتغلوا على ترسيخ معنى التضحية اللي قدمها أبناء أو أهالي البنات الموجودين ضمن المدرسة؟ يعني احنا بمكان بصراحة مقدس له قدسيته، عم تتعاملي مع شريحة كتير خاصة، شريحة أبناء أكرم وأنبل من في الدنيا. التعامل معهم بده يكون خاص جدا، بدك تتعاملي معهم بعدة أمزجة، بدك تكوني بلحظة أنت المعلمة، الأم، الأخت، الصديقة، تتعاملي معهم. هلا نحن فترتنا بتكون صباحا مدرسة تعليمية تربوية، كادر كامل بتختص بإعطاء المنهاج للطالب. طبعا أنا مسؤولة عن الطلاب من الصف الخامس والسادس حلقة أولى، والسابع ثامن تاسع حلقة ثانية. إحنا في بداية أي عام دراسي بنكون مجهزين عمل كامل متكامل من توزيع الكادر التدريسي، الكادر الإرشاد، البرنامج الدراسي للأولاد، وبيكون هذا كله تحضير مسبق بالأسبوع الإداري قبل انطلاق العام الدراسي. وطبعا إحنا بأبناء وبنات الشهداء كتير بنراعي نفسية الطالب. انت عندك طالب له طبيعه خاصه بدك تعرفي تتعاملي معه. طبيعه اساس العمل مع ابناء وبنات الشهداء هو المحبه. يعني اي كادر استاذ او انسه بيجوا لعنا، انه شو بتنصحينا انسه ازدهار من وجودك بهالمكان؟ بقول لهم اهم شيء لتتعامل مع هذا الطفل، ابن الشهيد حدا كثير حساس وذكي وبيلقط، فبقول له اهم شيء هي المحبه، لازم تحبه. وابن الشهيد كثير يعني هيك بيلقط محبتك، ما فيك تتصنعي معه. فقد موجوده بتكون عنده، يعني حتى لو كان اليوم بعمر كثير صغير فهو بيشعر بهذا الفقد. تماما، هو عنده فقد، ونحن عندنا حالات فقد مو بس لوالده، حالات فقد لوالدته، لحياه اسره. فانت يعني احنا مو فقط تعليميا، انا ما في منهاج بدي اعطيه وخالصين، لا، انا في جو اسره بدي ضل محاوط يعني هيك محيطه في دفء بالتعامل معه، بدك تضلي تراعي. يعني دائما احنا مثلا بيطرا عنا حالات انه الولد هذا كان فجاه صار له شيء، تكتشفي انه في طارئ جديد باسرته صار، فادعم، فقد اخ شهيد جديد يعني مثلا بالاضافه لابوه. فدائما انت بدك تضلي الحاله النفسيه مطلعه عليها للولد. فنحن كثير عندنا اهتمام بهذا الجانب، الجانب النفسي، فمن دعم حاله الارشاد عندنا. سيدة الازدهار، حضرتك المسؤولة عن أبناء الشهداء، وطبعا الشباب لهم خصوصية، الشباب الصغار لهم خصوصية بالتعامل غير البنات. في صعوبة اليوم، وخصوصا نحن عم نحكي عن فئة عمرية من الصف الخامس للصف التاسع، هي عم تتدرج بين فترة الطفولة والمراهقة. انا بقول لهم على بالخبره والعلاقتي مع الاولاد، يعني انا للامانه صرت كثير بحبهم، كثير صار انه لا الولد غير ما هي، كثير التعامل معه حلو. هي انت بصير مثل ما تفضلتي مراهقه، حساس، بتعرفي شوي بدك تعامليه مثلا الخامسه، شوي بدي اعامله بمحط هذا الطفوله وانه هي، ولا شوي بدي اعامله مراهقه. فالتعامل معه يعني نحن بالصباح مع الاولاد اسره بكل معنى الكلمه. يعني تختلفوا وبتتراضوا وبتتعاتبوا. يعني بلحظه بده يكون صوتي عالي معه مثلا، انا هي الام القاسيه الخايفه عليك، بلحظه لا بديك تحضني شوي، بدك تعطيه ثواب تدفعي لقدام شوي، انه العقوبه هي اللطيفه، لا انه انت هون غلطت بس بطريقه انه محبه. ولما نحكي عن الصبيان بشكل عام، يمكن ما كثير بيعبروا عن عواطفهم على عكس البنات، اذا تضايقوا ممكن يبكوا، ممكن يبين عليهم هون، بنلاقي الصبي يمكن ما يطلع المشاعر يلي بتكون موجوده. تماما، كيف تتعامل مع هيك؟ لانه نحن طبعا الولد عندنا اخذ من بيئته، من هذا الطابع الشرقي انه انت رجال ما بيصير تبكي، فكثير بيعب هيك بهيك. هلا انا هالنواحي بحاول فرغ لهم اياها، كل واحد بموهبته. يعني انا مثلا السنه واجهتني كان عندي مجموعه من الاولاد كثير هيك عندهم حركه، فانا شو بدي افرغ لهم اياهم؟ فرغت لهم اياها، عملنا لهم نشاط عراضه شاميه،
فبتحسي طلعت كل هالطاقات اللي عندهم اياها نجحوا فيها اكيد. كثير حلوه بمر معكم بالهي بتشوفوهم بالنشاطات كثير حلوه. يعني فينا نقول هاي الحاله هي حاله من حالات التميز الموجوده اليوم ضمن المدرسه. خلينا نضوي اكثر عن حالات التميز الموجوده. هلا مو لاني بحبهم وابناء شهداء وهي فعلا ابن الشهيد على الحاله اللي فقد اللي صارت عنده، يعني بتحسي عنده صار عنده تميز، تميز بحضوره بوجوده بالدفء اللي عنده اياه بالمحبه. انا بقول لهم يعني بعشرتي مع الاولاد اكتشفت عن جد عندهم محبه وعاطفه اكثر من البنات بالمناسبه، بس يمكن مثل ما تفضلتي ما بيعبروا عنها. الحالات التميز اللي عندي اياها، نحن ما في مسابقه الا بحاول دائما، يعني كل طفل عندي او كل طالب له حاله تميز. هون بتلاقي بالشعر، هون بالتمثيل، هون بالرياضه، بالكورال. فكل ولد بنحاول نفرغ له الطاقه اللي عنده اياها بطريقه بموهبه بتميز عنده اياه. نحن كمدرسه بنشارك بكل المسابقات وعندي كثير عوائل وفائزين بيكونوا فيها. يعني احنا هلا فتره كانت مسابقات الرواد، مسابقات وزاره الثقافه، كلها هي بنشارك فيها. نعم، خلينا هيك نخصص بحديثنا زاويه للناحيه التعليميه والاهتمام يلي بتولوه لابناء وبنات الشهداء. ممكن بالحاله العاديه بالمدارس والصفوف الدراسيه نلاقي تفاوت بين مستويات الطلاب، كيف بتتعاملوا مع هذا التفاوت؟ إذا حدا بحاجة مثلا ممكن عنده فاقد تعليمي، في خطة عم بتكون مختلفة ممكن نلاقي عن المدارس العادية؟ نحن بداية كل عام دراسي بنخصص أسبوع لأسبوعين للفاقد التعليمي. توزيع الشعب للطلاب بده يكون متساوي بالمستويات التعليمية. لاحقا بحسس مثلا الفراغ اللي بتصير عند الطالب، نحن اخذين مجموعات، مثلا هذا عنده تقصير بالرياضيات بنعمل له تقويه بالرياضيات، هذا عنده بالعربي بنقويه بالعربي. العمل بابناء الشهداء مختلف عن المدارس برا، بدك تعطي اكثر طاقه عندك اكثر، ما بدك تربطيها بساعات دوام. يعني مثلا ساعاتي دوامي انا مثلا اذا بدي اقول لك من 8 للساعه 1، لا انا في ساعات بقضيها من 8 ل 6 المساء، انه مو بحصه درسيه. يعني احنا هلا مثلا عم نجهز لشهادات التاسع التعليم الاساسي. الولد بيته مدرسته بينقطع عنا، نحن بنتابعه حاطين له برنامج دراسه، اساتذه حسب مستوياته. يعني مثلا انا عندي كذا طالب، كل طالب حسب مستوياته موزعته على مجموعه، يعني انه بتعطيه للولد المميز او المتفوق غير للولد الثاني اللي مثلا مستواه جيد، غير للطفل الثاني اللي عنده ضعيف مثلا بماده ثانيه، ففارزينهم بهالهي. والانسه بتضل معي، يعني امتى مثلا ما طلبتها هي موجوده، ما في انه انا عندي هي ساعات العمل محدده. طب خلينا نحكي عن الرساله اليومي اللي بتحملوها حضرتكم ككادر تعليمي واداري. هلا احنا الرساله دائما اللي انا بحاول ازرع بالاولاد هي انت بالاخير شو بدك تصير؟ انت بهمني انا هذا الطفل كيف بدي اخرجه لمجتمعه؟ بدي اياه يكون مواطن صالح، معطاء، محب، شو ما صار معه انا رح ضل بهذا الوطن. انا بدي احمل الرساله الكثير غاليه اللي حملونا اياها ابائهم، تضحيتهم، يضحوا باغلى ما بيملكوا بروحهم. فنحن عندنا اهم شيء انه انا هذا الطفل لبعدين شو بدي يكون؟ بدي يكون انا انسان صالح، مواطن صالح لمجتمعي، بعطي بكل محبه وموده. قيم سامية أكيد عم تحاولوا تغرسوها بنفوس أبناء وبنات الشهداء. خلال عملك الطويل يمكن مع أبناء وبنات الشهداء مرت كتير مواقف بتستذكريها أو حالة عامة بتلاقيها عند أبناء الشهداء، يمكن من لحظة دخولهم للمدرسة في خطة معينة بتتبعوها لاستقبال أبناء الشهداء، خلينا نضوي عليها أكثر. وإذا في مواقف حابة هيك تذكرينا يعني. هلا هي المواقف بأبناء الشهداء كل يوم عندك موقف ما بيخلص بيحفر فيكي. أنا كثير بداية العام الدراسي بهيك إنه الولد لما والدته بتكون جايبته، هي اللحظة بتحسيها نوع من كيف بدي أترك أمي. وفي موقف ثاني، نحن دائما الاولاد عندنا بابناء الشهداء في انه يوم الخميس بينزلوا لعند امهاتهم، فبتحسي انه هذا كل روحه تفكيره مع بتيجي اليوم تاخذني امي انزل لعند لعند البيت ولا لا. هلا نحن بدايه العام الدراسي مثل ما قلت لك بنجهز الاولاد في خطه استقبال، تهيئتهم النفسيه بتكون مختلفه تماما. هلا نحن في شيء دائما بفيدنا، عندنا اولاد خلص يعني
نحن اب وام واخت وعائله لهم. نحن عندنا ولد بيدخل من لما كان صفر يعني روضه 5 سنوات 4 سنوات بيستمر عندنا للبكالوريا، فنوعا ما هو عنده هالانتماء والعاطفه تجاههم. ف يعني احنا اكثر شيء بيكون شغلنا على المنتسبين الجدد، هدول بتحسي رح يكون نوع عندهم نوع من اذا سميناه فطام عن والدته، هو عنده حاله فقد وهلا بدك تيجي تحطيه بمكان جديد له. فنحن اكثر شيء بنشتغل على هدول لانه البقيه احنا خلص صاروا منا وفينا، الجداد بدنا نعوده انه شوي شوي. فنحن دائما بنحاول الشغل مع الوالده كمان او الوصي نحن بنسميه للطفل انه مو فورا تعي وتركيه عنا، لا ضلي طلي عليه مثلا اول يوم ضلي معه تدريجيا تسحبي شوي شوي ليتعود على 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 المكان معنا على رفقات جديده. فكتير يعني نحن اساس ابناء الشهداء انا دائما بقول لهم هي الشغل على الحاله النفسيه للطفل. تماما. يمكن هاي الحاله اللي ذكرتيها كمان اكيد بتكون صعبه على الام، ولكن ظروف احيانا بتجبر او بتفرض نفسها لليوم الام تختار انها تبعد ابن طفلة عنا للمدرسة. هلأ اليوم هي عم تضمن كمان مستقبل حلو لإله، عم تضمن استمرارية وتطور تعليمي أكيد لابنها يعني، ولكن أكيد ما أنا هيني القصة عليها أكيد. وقت بيروحوا بزيارتهم لأهليهم وبيرجعوا بتكون نفسيتهم متغيرة أو لا؟ يعني بفوتوا بيطلعوا من الحالة إنه خلص إنهم رجعوا لبيتهم الثاني. هلا نحن دائما من راعي الظروف الحياة اللي عم يمشوا، وخاصة نحن بأبناء وبنات الشهداء هي سوريا الصغيرة. تمام. يعني بتحسي أنت جامعة جميع محافظات البلد بأبناء الشهداء، فدائما في حالات بدك تراعي أنه في لأنه ابن محافظة ما أنا قادرة الأم كل أسبوع تجي تاخده. فنحن مثلا العطلة الطويلة مثل العطلة الماضية تبع عطلة عيد هي الأم لازم تجي تاخده يعيش معه. كثير نفسيته بتفرق الولد، يعني بتحسي هيك راجع هيك اخذ جرعه اكسجين انه انا كنت مع امي مع عائلتي قضيت هالعطله بحنان هيك مبسوط. يعني رغم كل شيء بتقدمي له اياه هو بيضل عنده هي الحنيه لحضن والدته. نعم. واكيد يعني دائما هون بيته الثاني وعم يقضي فيه اوقات اكثر وعم يشكل ذكريات اكثر من بيته الاساسي. جهود كثير عم تبذلوا وبدنا نشكركم كثير وكل التحيه لكل الكادر التدريسي اللي موجود. كل عام وانتم بخير يا رب. وانت بألف خير، نعاد عليكم واكيد شكرا لكل الجهود. سيدي الزهار اهلا وسهلا في حضرتك.